الوطن الديمقراطي كان عامل تجارب عديده ابعثنا في العمل المشترك، واليوم حزب العمل الوطني الديمقراطي يشاركنا الامل في توحيد القوى الديمقراطيه من اجل انقاذ البلاد. واليوم يسعدنا التواجد معنا، ونطلب منكم تحيه حاره للرفيق المناضل عبد الرزاق الهماني الامين العام لحزب العمل الوطني. النظام لكل السادة الحضور والسيدات، لكل الشباب اللي هو أمل تونس وأمل مستقبل تونس، شكر للمسار والقيادات المناضلة. أنا مانيش باش نطور، باش نقول الاجتماع تاع اليوم فيه جوز رسائل كبار، ويجب أن ترسل هذه الرسائل وتعمم وتعمق ويعمل بها لمصلحة تونس. الرسالة الأولى: دم الشهداء ليس ماء، ولن نسكت عن دم شهيد مثل الزعيم شكري بن عيد حتى تتضح كل الحقائق. هذا الدم الواحد لكل التونسيين، كل التونس، من اجل ان تكون هناك نهايه حاسمه وقاطعه للعنف وللاغتيال السياسي. وهذا شان كل القوى الديمقراطيه في البلاد على اختلاف انتماءاتنا، وهذا امر يجب ان يتوحد حوله التونسيون. لكن مش هذا بس، تونس اليوم في ازمه، واللي سمع الازمه والسرق الثوره هم من يحكمون البلد. وانا نقول الناس في سمعتها بعينيها، الازمه السياسيه اللي فيها البلاد، والأزمة الأمنية المتصاعدة ليست أمرا محتوما بقدر على تونس، وإنما هو نتيجة لسياسة ومهام خاصة بتونس، خاصة بالمنطقة الكل. مش بالصدفة الشعوب تنتفض ضد الاستبداد فتجد نفسها أمام مشاريع استبداد أخطر فيما يلقى. في ليبيا، في مصر، في كل الأقطار، وتدبر المؤامرات ليتحقق ذلك بأكثر الفصائل الرجعية ودموية في سوريا وحتى في الجزائر، ليحفظها الله وليحفظها الشعب. إيه هذاك علاش وقت التمهد وقت المفاوضات الماراثونية فات؟ اليوم السكين على الرقبة، اللي ما فهمش هذا يمكن يفهم، السكين على الرقبة.
ومصير تونس يلزم كلنا نكونوا مع بعضنا.